هل يشرع لمدرس القرآن في المدارس أن يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، أم يكون ذلك لمن يدرس مسائل العلم فقط؟ ما في طيب، البداء بحمد الله والصلاة على رسول الله هذا أمر طيب في أمور الدنيا وأمور الدين، في أمور الدنيا وأمور الدين، إن المسلم يبدأ أموره الحمد لله بسم الله. نعم.